مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. المؤثرة والمغنية نهلة تيفي، وأثناء افتتاحها لإحدى المحلات رفقت عدة مؤثرات من السوشيال ميديا، تفاجأت من الكم الهائل من المعجبين الذين حضروا خصيصا لرؤية صاحبة أغنية حب فالسو. نهلة شاركت أغنية حب فالسو على المباشر دون أي مؤثرات لتمتع الحضور بصوتها في هذا المقطع. ومني لكم أحلى سلام لأحلى متابعين في العالم. اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، وانتظروا كل جديد على قناتكم باستارز.